السلام عليكم يا اخواني يا اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فقرة نصيحة في دقيقة، دائما مع حسناء الرقيقة والأنيقة والرشيقة. مبروك العواشر، بعدا نستغل العواشر، تقريبا مبقى اليوم والو، تقريبا اسبوع. عيدكم مبارك سعيد بالصحة والسلامة، تعيدوا وتعاودوا بكل ما تمنيتوا بالافراح المسرات، واهم حاجة راح البال. ندخلوا مباشرة في الموضوع، يعني هذا الموضوع شحال من مرة تكلمت عليه في القناة، هو سخونة الهاتف، سخونة البطارية الى اخره، ولكن لازم نذكروا فيه كل مرة، خصوصا في هذا فصل الصيف اللي كنعرفوا واحد درجات الحرارة مرتفعة جدا، خصوصا في بعض المناطق اللي كتخلي يعني سخونة الهاتف كتزاد. يعني ابار فقط يعني الهاتف، حنا كنعرفوا انه السخونة ديالو راه كتعتبر شي حاجة عادية، فهي كتدل فقط على ان المعالج كيخدم بواحد السرعة، واحد القوة اللي كتولد لنا واحد الحرارة اللي كتنتج عليها هذه السخونة، وخصوصا كيف في الاستعمال المكثف ولا الالعاب الثقيلة اللي فهي عادية جدا. ولكن فصل الصيف كتزاد كيف قلت لكم، مع الجو مع الحراره الى اخره. اليوم ان شاء الله نعطيكم بعض الحيل وبعض يعني ديزاسوس هكا باش نخدموا بهم في فصل الصيف. اول حاجه، فصل الصيف عمرك تعرض الهاتف ديالك للشمس مباشره؟ ابدا، خصوصا يعني الا كنتي كتخدم به، خدام به عام، وحتى الا كان غير محطوط، ابدا ما تعرضش. حاول دائما الهاتف ديالك الا بغيتي تخدم به ولا دير به المهام اليوميه، حاول تضلل، ما يتحطش ابدا، خصوصا كندوي على هذا الفصل. فكندوي دابا انا على فصل الصيف. ثاني حاجه، البوشيت من الاحسن تحيدوها في فصل الصيف، واخا هي راه تبروتيجيكم، ولكن ردوا البال مع هذا يعني تيدوز هاد موسم الحراره، حيدوا البوشيت من الاحسن. يعني هي ما يسمى بالكوفر ولا ديك الغطاء ديال الهاتف، بالنسبه للناس يعني من بلدان اخرى اللي ما يعرفوش شنو هي البوشيت، هي الكوفر، حيدوها من الاحسن، فهي حتى هي كتزيد يعني السخونه ديال الهاتف. ثالث حاجه، اي تطبيق زايد، اي ملف زايد، اي حاجه زايده حيدوها، واخا غير مؤقتا وحتى من بعد ورجعوها صافي. دابا حيدوا هذا الشيء، حدنا كنعرفوا هاد درجه الحراره المرتفعه، حيدوا الملفات الزائده، الالعاب اللي ما عندكم ما ديروا بها، اي حاجه زايده حيدوها من الهاتف، ديزانستاليوها حتى من بعد يبرد الجو شويه ورجعوها. واحد الحاجه ايضا، وهي جي بي اس البلوتوث، تما تحاولوا تسالوا من المهام ديالنا. كنعرفوا دابا الصيف جي بي اس كتخدم به بزاف، يعني اكثر من اي، بسبب يعني السفر الى اخره، البلوتوث هو الى اخره، داكشي كلشي نحاول اون فوا نسالي من المهمه ديالي ونديزاكتيفي، حيت هادشي علاش كله كيزيد الضغط على الهاتف. هادشي كله حنا مع الجو اصلا كاين الضغط ديال درجه الحراره، وكنزيدوا الضغط ديال هاد ليطاش، صافي راه الهاتف راه كيبغي يتفرقع. حاجه اخرى، بالنسبه للناس اللي كيلعبوا الالعاب الثقيله، يعني حاولوا ما امكن الا حسيتوا بالهاتف سخن بزاف خليه واحد 30 ثانيه حتى لدقيقه. عاد تقول لي لا وحنا اكواسير كيفاش راه نقدر نخسر، نقدر يعني ماشي لعب هذا كيفاش يسخن نحطو؟ لا انا ما يمكنش، ولكن غير صبروا معنا. كيف قلت لكم تتفوت غير هاد درجه الحراره، من الاحسن الناس اللي كيلعبوا في هاد الوقيته، وقت ما وصلت درجه الحراره مرتفعه، نخلي الهاتف ديالي حتى يبرد واحد 30 ثانيه ولا دقيقه، ومن بعد نستأنف العمل يعني اللعبه ديالي. حين سينو راه كيف قلت لكم راه تقدروا تعرضوا، يعني راه ماشي غتضربوا الهاتف ديالك راه يخسر، يعني من بعد يفوت هذا الشيء، تقدر شويه تبقى يخرجوا لك مشاكل في المعالج، يخرجوا لك مشاكل في البطاريه، يخرجوا لك مشاكل في يعني في حوايج اخرى في الهاتف. من الاحسن يعني باش تحافظ عليه دير هاد يعني هاد الطرق للحمايه ديالو. حاجه اخرى ايضا، في الشحن دائما يكون كابل اوريجينال، حيت الناس اللي كيستعملوا كابل اللي كيكون هكذا مقلد ولا شي حاجه ماشي كاليتي، كيضطر انه كيزيد الضغط على البطاريه وكتسخن. يعني السخونه الهاتف بعض المرات راه ماشي فقط كتكون في المعالج، ولكن ايضا كيكون سببها البطاريه. يعني دائما كنستعمل كابل ذات جوده عاليه جدا، يعني ولا ما كانش كاع من الاحسن اوريجينال. الشحن حتى هو دائما كنشحن خصوصا في هذا الفصل ما بين 20 حتى 80%، 90% الماكسيموم، 100% راه كيف قلت لكم كتزيدوا الضغط
ديال الحراره ديال الجو وديال البطاريه حتى هي، وكتاثروا على المكونات ديال الهاتف. اذا واحد الغلط، واحد الغلط اخر كيديروه بعض الناس هو انه كاين اللي كيحط الهاتف ديالو في الثلاجه حتى يبرد. لا، هذه فكره مغلوطه. كيف قلت لك الهاتف ديالك كاع حسيتي بيه نقدر كاع نطفيه، صافي حسيت بيه باغي يطفر كاع في يدي نطفيها اخويا ونخليه واحد دقيقه ولا جوج دقائق ولا حتى خمسة دقائق حتى يبرد مع خاطرو، ونعاود نشعلو ونعاود نستأنف لي طاش ديالي اليوميه اللي كنخدم به. حتى هذاك السطوع ديال الاوتوماتيك ديال الشاشه من الاحسن ديزاكتيفيو، في هذا خصوصا كيف قلت لكم في هذا الفصل ديروا غير يكون تلقائي، ماشي يعني يدوي، ما ديروش اوتوماتيك حيت نتوما تكونوا كتحكموا في سطوع الشاشه، ومن الاحسن ما ديروش حتى 100%. يعني من الاحسن دابا خلو غير 50% 30 هكذا 30%، يعني على حسب الاضاءه. كانت كاع الاضاءه يعني البلاصه اللي خدام فيها انت مظلم دير 70%، ايفيتي ديك 100% حيت سينو راه تنساها وتبقى 100% وكتزيد حتى هي السخونه حتى الشاشه راه حتى هي كتاثر على السخونه ديال الهاتف. يعني نوعا ما. اذا كنتمنى هاد النصائح البسيطه، راه واخا هي كتبان لكم ماشي شي حاجه ولكن راه بزاف ديال الناس كيغفلوا عليها، غير تبعوها ان شاء الله وتشوفوا انكم غدوزوا الصيف ديالكم مع يعني بخير وعلى خير مع الهاتف، يعني ما يكون شي حاجه اللي غاف ولا الله يحفظ من بعد يخسر لكم الهاتف ولا شي حاجه، بالعكس غدوزوا كلشي سانكسب. كل عندكم اكيد ملاحظات ولا اي يعني نقاط اخرى شي حاجه اللي تزيدوا تفيدونا بها ما فيها باس تكتبوها لنا في التعليق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.